الله، ثم بالفضل ديال الترافع ديال النواب وديال النائبات ديال اللجنة أثر كبير ومنتوج حقيقي على الفئات الشعبية. وهنا تكلمنا على الجلسات، وتكلمنا على الطيابات، وتكلمنا على الكسالة، وتكلمنا على مولين القهوي، وتكلمنا على مولين الحمامات، وتكلمنا على مولين الرياضة، وتكلمنا على الجميع من النهار اللي بدأت الأزمة. وهذه اللجنة تترافع عن هؤلاء، عن هذه الطبقات الشعبية، عن القوات الشعبية من النهار اللي بدينا، وحنا هذا الشيء اللي تنديروا. وصادقنا على الصندوق اللي أمر به جلالة الملك الله يحفظه الأول ديال الكوفيد، والثاني ديال الاستثمار الاستراتيجي. وصدقنا على الإجراءات الاجتماعية، وجا وزير المالية أعطانا الوضعية الاقتصادية، وجا وزير المالية أعطانا الأولويات ديال هذاك. وبالتالي ما لا يمكن أن نسمح بالقول بهذا، ما يمكنش. راه الرأي العام الذاكرة ديالو ليست الرأي العام ذكي، الشعب المغربي ذكي وتيعقل على كل حاجة وتيسجلها. ما يمكنش نجيو نقولوا النواب اجتمعوا بقاو ناعسين ناعسين ناعسين، والنهار اللي فاقوا فاقوا على المعاشات. النواب هنا ترافعوا بالكبدة ديالهم، بالحرارة ديالهم على الشعب المغربي، ونزلوا الاجراءات اللي جابتها الحكومه بسرعه فوقاش ما عيطتي لينا، وما كناش تنقراو ديك لا ندقق، نستدعى الى اجتماع نهرعوا ونهرعوا اليه بسرعه، لان كنا عرفنا بانه الظرفيه استثنائيه وتتطلب الاستجابه في الوقت. ولذلك هذا اليوم هذا النظام المعاشات اللي اجتمعنا لهذا تتويج لمسار ديال العمل. وهذا الامر هذا وندخل دابا لهذا الثانيه، هذا لانه هذا لا ميزو بوين كان خصها تكون. ثانيا غنجي لهذه القضيه ديال المعاشات البرلمانيين، وغنقول بوضوح وضدا على الشعبويه المقيته وضدا على التبخيس ديال المؤسسات، المغرب قوي وصامد وشامخ بمؤسساته وعلى راسه جلاله الملك حفظه الله وسدد خطاه، ومعه الحكومه والبرلمان والمؤسسات اللي كاينه في الدستور والجماعات الترابيه والسلطات المحليه بهذا الشيء باش واقفه البلاد. وهادو راه ماشي تيخدموا لله، تيخدموا لله صحيح امرهم بينه وبين الله، تيترجوا الرحمة الله، ولكن خصهم في التالي تشرمي وكلوا لولادهم. واش دابا البرلمان غيخدم بليكي؟ واش الحكومة غتخدم بليكي؟ واش الولاة والعمال غيخدموا بليكي؟ واش المدراء والناس رؤساء الأقسام والموظفين غيخدموا لله؟ من ناحية لله حنا تنقولوا زعما بدون أجر، ما كلنا تنترجوا الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى. هذه شعبوية، وهذه خصنا نتصداو ليها وما نخافوش نقولوا ودي زعما راه هذاك الهجوم ديال ما يسمى بالمؤثرين الاجتماعيين والمؤثرين. ما الذي صنع لنا هؤلاء المؤثرون الاجتماعيون؟ أين هي الثروة التي أنتجوا؟ بالعكس يضببون المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد، وعوض يخليوا الوضوح ويخليوا الأحزاب تقوم بالدور ديالها، والمجتمع المدني يقوم بالدور دياله، والإعلام الحقيقي يقوم بالدور دياله، تيديروا الدبشخي، تيغمقوا على الناس ويضللوا وينشروا الترهات ويأخذون في أعراض الناس. هاد الشيء خصنا نوضوا ليه، لأنه البلاد ديالنا مرة أخرى قايمة بالمؤسسات، ما قايماش بالشعبوية، وما قايماش بما يسمى بالمؤثرون والمؤثرون. هاد الشيء راه بوضوح يسحبوهم دابا غادي يخلعونا، لأنه تنشد واحد الأجر في التالي ديال الشرط. يجيو 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 لعندنا نجلسوا معاهم ونشوفوا الوضعيات ديالنا السابقة التي كانوا لا يعرفونها، لا يعرفوننا ولا نعرفهم. يشوفوا الوضعيات المادية ديالنا، نجلسوا نحسبوا بالدرهم ونشوفوا الوضعيات الحالية. ها واحد يحسب لك 14 ديال المليون، واحد يحسب لك 70 مليون، واحد يحسب لك 8 ديال المليون، وحنا ما عارفينهمش تيشدوا كاع على هذا باش يقولوا هذا الكلام هذا، باش يقولوا فلان تيشد 14 واحد.